تدهورت الحالة الصحية للفنانة هياتم أثر إصابتها بالسرطان. أكدت مصادر مقربة من أسرة الفنانة المصرية هياتم إن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير جدا، مما أجبرها على الابتعاد عن الأضواء والاختفاء تماما. وأشار المصدر إلى إن هياتم كانت مرشحة لعدد من الأعمال الدرامية في التلفزيون والإذاعة، وقد اعتذرت عن المشاركة فيها. المعروف إن الفنانة هياتم جاءت من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، واحترفت الرقص الشرقي عام 1973، وقدمت أول أفلامها السينمائية بعنوان ليلة حب، ثم اعتزلت الرقص الشرقي وتفرغت للتمثيل، وكان آخر أعمالها مسلسل عرف البحر وستات أدرى. ودي كانت لقطتنا الفنية مع الفنانة هياتم اللي بنتمنى لها كلنا الشفاء. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة.